وحو النبي يقول له صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. صدح إلهي سبحانه وتعالى رالب إن كجية يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. إلهي وحو رالي إن كجية إن أتكلجيس عابدان وحنا أين لوذاتين وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا إن الحرق إلهي قبصتان وأين كالتجن وإسكدوا بناتان إلهي رالب إن كجية ويكره لكم ثلاثا. صدحنا إلهي وأيدي النعي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحال يري يوحو يري ووحو ويان أنصلي يراد اللهين ومسلمين تبلايه دواتكو دي حبوره هيا هذا الكائس كالصعدة وميل الله لي ميلو كيمد أن لا قوني نقفكو فافيو إلهي وأيدي النعي. سؤاش فراها بضن إلهي وأيدي النعي أما ها أهات وحويان بريها دتك حول الويدي سنة هي أما ها أهات السؤال قفك أون الدين أهان ربين إنه حق حق دون وسنكو أهين أوف ربضينا هي وحويان دنكلا هي حجوين كلا وكلا يهي إلهي وإذين نعي. وإضاعة المال مالك إلا ضيعه ووضاء إلهي رالك أهين لقب بحيان إلهي وإذين نعي. إلهي وحو أمر إلا قبصد كتابك يا السنة أو سيدا الله يسوق الدوبناه كتابك يا السنة قبص الشدود وحال لو قبصنا يا طريقة فهمك سلف الصالح سيدا يفهمين أو قبصدين سلف الصالح وصحابتي وتابعينتي وقرون المفضلة ذاتك أهل خير كأها أون نولا سيدا أي قرآن كأفهمين سيدة السنة النبي أفهمين وإن أنه فهم كودي عن كل سنة أما فرنقفك أمنا بنانا إنو إله دو وحان قرآن كفهم ما هي سي أين صحابة أفهمين معاني أين صحابة الشيقين بأنو عصبان شيقيا أو كان نحفهم ما هي أو كسو صاريا أو أن وافق سنين فهمي صحابة قفك أمنا بنانا كتابك يا سنة مركا لذا هي وان قب سنيا وإن فهمك صحابة هي تابعين تا هي ضدك أهل خير كاها فهم كودي وإن فهمتها. ولذلك كبا إلهي وحو ليه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قفك الرسول كدين عمره ورسولك صلى الله عليه وسلم خلافه طريق مؤمنين تنكل احدى مؤمنين تطريق وكل احدى وحويان صحابه اي اوغو هريا وي فهم كي توسنا اي صحابه طريق قفكي كل احدى الهي وحو بلن قاده جهنم انو غلي قفكا اسغا. ولذلك بان النبي جنو وحو نو شيغ عليه الصلاه والسلام اولي هي أمتي يهود أهيد ويكلا تكتي على 71 فرقة كوية الضباطة فرقة أكلا تكتي نصارنا ويس خلافتي على 72 فرقة الضباطة يلا بفرقة اسكو خلافين وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة أمتنا ويس خلافي سا ويكلا تكتي دونتا الضباطة يصدح فرقة اسكو خلافي دونتا ويبكب بدين يهودي النصارى ومضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تضبات يصدح في الغيس خلافة يام بان النبي كلها في النار لما انتو النار تكتشرا ونار تدحد الأيين إلا واحدة هل مدمويان مدبا كبت باليسا النبي قال لويدي صلى الله عليه وسلم وحيرا يا صحابة من هم يا رسول الله كوحدة بباليسا هل كفر غاية وكوحدة مرقس النبي يقول ما أنا عليه وأصحابي وحا أنه ما أنت أن كسوغانا هاي صحابة يدون أي كسوغان يهين قفك إلهي أغد دين ياشا أو كسوغنا دقن كأعان هاي صنو أي أمباب بدبادي وحو النبي يقول نسي ميزان أي نوحكو ميزان زمن كستئي وقت كستئ
iyo wax kasta oo cusub oo yimaada in la ugu miisaamo nabiga iyo saxaabada wixii ay ku sugnayeen amalkani ma waafaqsan yahay mise ma waafaqsana waa miisaan xaqiiqo ah oo loo baahan yahay qofka muuminka ah inuu ku jaangoosto ما أنا عليه وأصحابي أنا جاي الصحابة ذي دوحة عن قصة قلنا هاي ما أنتي قف في قصة قلنا هذا أمبا بتبعدها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصحابة وين أجل دعاه أيو كم دي وأنا قراء وين صحابة عالم بونها وحون أرنجري هدان أوجا هاي نين ميل شوجا وكتاب كإلهي أقونتي سيقبضا oo intaan safar u aada safarkaas aan ku gaari karo waan u gaari la waan aadi la ayaa wuxuu leeyahay saxaabada nabigu ka hadlaya qiimaha ay lahaayeen wuxuuna ku khatimahaya dardaaran oo la dardaarmaya ummadaha imaan doona inay saxaabada nabiga ku jaangoostaan oo ay ku daydaan wuxuu leeyahay inna allaha nadara fi quluubi alibad fawajada qalba muhammadin khayra quluubi alibad ilaahay wuxuu daalacday oo eegay addoommadiisa quluubtooda markaasaa ilaahay wuxuu ogaaday qalbiga nebi maxamed inuu ugu fadli badan yahay uguna khayr badan yahay fastafaahu linafsihi wabtacathahu birisaalati markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala naftiisa u doortay inuu rasuul noqdo risaaladiisana ilaahay u soo dhiibay nebi maxamed uma nadara fii quluubi alcibaadi bacda qalbi muxamed kadib baa ilaahay wuxuu eegay quluubta addoommada soo haray qalbiga nebi maxamed marka laga tago فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد مركز إلهي وحود على سبحانه وتعالى صحابة النبي إن يهين الضوم ذا أجو قلوب وناكسا أجو خير بضن وح الله وحك صهر أيك فجعلهم وزراء نبيه ليقاتلون عن دينه مركز إلهي وحو كنجي صحابة نبي محمد إن إلا صاحبان oo ay noqdaan wasiiradiisii diinta ugu kaalmeynayay oo garab istaagahayay si ay diinka u difaacaan markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud man kaana mustannal minkum falyastanna biman maat qofkii cid ku dayanaya ha ku daydo kuwii dhintay waa saxaabadii ayaga ha ku daydo faina kuwa dhinta ha ku daydo fa ina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna qofka nool oo hadda jooga fitne aamin loogama aha fitne aamin loogama aha dadkii ayagoo jooga oo nool nebigu janno ugu bishaareeyey oo nebigu asagoo raalli ka ah ka dhintay oo ayagoo waddadii nebiga hayo meelna aan oga leexan ku dhintay oo ku tegey war kuwaa ku dayda kuwa nool fitne aamin loogama aha berri baa dhici karta inuu qofkaana isbedelo ee kuwaas la og yahay inay xaqi ku barbaareen oo xaqi ay ku dhinteen ayaga ku dayda markaasu wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mascuud رضي الله عنه أولئك أصحاب محمد أفضل هذه الأمة كواس وصحابة النبي محمد وأمضى النبي محمد كوا أقفض لقبضه أبرها قلوبا قلب أهان مركل يا كوا أقباره إنما وأعمقها علما علم مركل اللي يرادنا أقو حال دير أقو باع دير وي أقو علم بدن وي وأقلها تكلفا marka la yidhaahdo isdhibidna aanba isdhibinbaba takalluf ugu takalluf yar weeye macnaha waa dad qalbigooda ilaahay cilmiga u waasiciyey ilaahay qalbigooda uu sunnadii nebiga ku sugay ilaahay takalluf iyo isdhibid ilaahay ka ilaaliyey weeye markaasu wuxuu yidhi cabdullaahi ibn mascuud ikhtaarahum allah lisuxbati nabiyihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa u doortay nebi maxamed inay la saaxiibaan ولإقامة ديني دين كيسا إني أوغان إلهي بقى الضغط إلهي بقى النصيب إيا فرصد السيئي صحابة إني النبي محمد أركان أو أي رميان أو أي صفك جهاد كاللقلان أو علمي أساق أي كقاتان أو وحى الله وحى أبا هذان أساق أي ويديستان أو أي لصاحبان نصيب أيها إلهي أسي فاعرفوا لهم فضلهم وَالصَّحَابَةُ فضلك أيدين كل يهين أقرت فضلك اللي ينقرت واتبعوهم على آثارهم رادت كودية آثارت صحابتنا الراعة وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم انت آد أودان كدك أو قبصة أخلاق دودي هي السيرة دودي صحابة قبصة
فإنهم كانوا على الهدى المستقيم محايا لوحي كسقنايين هانون توصن ووضع أي كسقنايين صحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كوي هرية كوى الدنباب الصحابة إلهي برا لك النقطة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلهي بات المام سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إلهي برا لك النقطة إلهي بأضرة النبي محمد إن الله صاحبان فهم كي دين تسي أفهمين قف كي ميل أقول الله يحضائي والضلال يبادي وحاوك السوغي أيها الراعي يكضيط نصوص القرآن كا أو برارو تشينيس أو إنه بورينيس إنه كدقنا كتاب كي السنة آد بأفاد بانطا إلهي وحي الله يا نبي محمد فاستمسك بالذي أوحي إليك وحي اللقو وحي يودي قبصة أو كدك إلهي وحي الله يا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والراعة وحي الذي كسودة هي الراعة وقرآن كريم كا سنة النبي فهم كي صحابة القراعة والراعة حق اللي يدين كسو الدجي الراعة إلهي سكديس يا قرآن كسكديس هيا لنين أولياء كوا آيدين كوا الرعدان أو كلا أو حق إذن كوي هيا لنين اسكا إلهي سيداسا إلهي أمر يا مؤمنين تا إني حق الراعان أو لغو سقناده أي إلهي أمر يا ولذلك قفك كتابك يا سنة كتان قصد أو وحويان كدك أيها oo firqa iyo jamaacadka iyo ururada iyo waxa jira oo dhan intu iska daayo amalka uu sameeyay ku jaan goosta waxa weeyaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga waxa weeyaan qofka isaga ah waa najaat waa badbaadaya fitanka dhawaa ka badbaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu noo sheegay Nabiguna wuxuu yiri alayhi salatu wassalam qad taraktu fiikum waxaan dhixdiina oga tagay ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة النبي وحان دحدي نوغتك اي هاديات قبصتان شي هاديات قبصتان اين اللمهين وكتابك إلهي سنة النبي محمد حديث كالإمام المسلم صالح حديث كالإمام الحاكم وحوي إني قد تركت فيكم شيئين دحدي نوحان نوغتك اللبا شيء لن تضلوا بعدهما قدال كودا ملوميسان كتاب الله وسنتي كتاب كإلهي هي السنة ذي ويا كتاب كي السنة ذي ويا له أيقظ شرحان بيا له فهم كي صحابة اللي سو جوريه بيا له فهم كي أهل العلم جا أيا له قف كو إنه أيقظ فهمه أو برتو أو كود نقمه أو كود نجو أيا له قد دونه يا مميكا ولذلك أقول لي يا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من دين الله إلا تبعا لما جاء به الرسول قفك مؤمنك وحواجبك إنه ننكهد لشيء ديت إلهي كمدا إلا رسولك إنه كن راعيا مويان ورسولك ماشو كاستاغ موقفه كاستاغ يوغي هاي مويان وعلمي أولا يا رسولك وحي أكيين وحي الصحابة أي كي راهدين مركز وحي يري فيكون قوله تبعا لقوله هذا الكيس وحي نقونا يا هذا الرسول كي رعصا هذا الكيس وفعله تبعا لأمري فعلك أوصمين يا نوح النقون يا فعل كقطم النبي محمد أمر كيسي وهكذا كان الصحابة والتابعون سيدا سينا أهايين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قفك مسلم كا مرقو كتابك يا سنة كله وأو قبصده وأمرو كنبت قلة ومركو كنبت قلة يا بدعادة يا الشركة يا خرافاتك يا وحا أن دينك أهين يا دينك اللو أكيسيي وأمرك أوجد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هي السنة دي سينو بارو أوجادو ولذلك أبو ليا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وحليا هاي لا يصلح آخر لا يصلح آخر هذه الأمة أمة دان كوي ذا الضمب ما فيها أكسنان أيان ما نفعنان أيان إلا بما صلح به أولها إلا كوي هراء وحي أي كوها قاقين مويانا وحكا لكوها قاقين مويانا وما صلح به أولها كتاب الله كتاب الله وسنة النبي كوي هراء وحي أي كوها قاقين وحوها
كتابك إلهي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كوة دمنا أساسي كوها جاية مرك علمي وإن الله يشاء أنت أيضا أو وضد أسياد أح قفك مؤمنك وكد دالة فتن كتير ما أنت أو فرح بدن أو قفك إشكال بك جلنا هي حقي ميشو تشرو أو قفك وريرين هي أو كوحة كوحة أح أو قار دينكم مجعابيه أو قار سياستكم مجعابيه أو قار وحوي قبيلكم مجعابيه أو كوح بوح أي هو انتهي أو كوح كستعيل هذا الدين كي يدوي هذا ولا هذا وأوجر جارينا حقي من بعد جوبينا فرق قاسي كوحهاس قف كإلهي ربا إنه عابده ربا إنه آخر بد باده وما باهنا إنه كوح بلا يكتر صنعه وح باهي وبقل إلهينا آخره ويدين مهي محا كوح بلا أقو بيريويس مالي والبكوح عصب إمانيس أيان مركز اللي تشوغا وي بابا أيان كوة كلا دلانا هيا كوة كلا إمانا هيا كوة كلا إمانا هيا إنتا سو أرور ديميد با سميس ميسا كوة عصب إمانا هيا قفك مؤمن كامركا وإنو برتا دريقادو أولم عامير لها أو محايتا هيا كتابك يا السنة دا آمن أو كردقن وحاويان كوح يا جماعة يا فرقة منها كمن نقل باهين ومقبت واح باهي ومقبت هدالاً دين دون هين الدنيا دون تهي إنا كوح عيستيد باو باهانت هدالاً دين دون هين قبيل دون آتهي وقبيل آثان إنا كوح سبيسيد قبيلها أو باهانت هدالاً تهي كالقوقو عدالك يددك إنا كشقين يسيد كوح إنا سبيسيد أو باهانت لكن هدالاً بتد آخرة إنا بدبادد أدون كاغونا كوها كاغو واح باهي ومقفتيد إنا كوح بلاي يا كوح بلاي متكم إذا كبيرتيد او مالي الله مالي انت حق اي كويعتو ادوغونا اي لو ويعت او مالي الله مالي انت وحونا اي كوها ضرشو ادوغونا اي دفاع دي واتر اي دمالي وافعي وافعي ما دام اتكتر سنتهي ولذلك وحا اركيسا تعصب كميشو قاري قفوة لبكوح دا اوكتر سيها وح ايضا مالي وح ايضا ميالتو طعنين مهاي وحنك شيق مهاي كوة كسوهر تشيدا اوكالي ايو طعنيا هدي اللي يلا دواية هذا تمد عضو أتكتر سنة عيبه هذا محاكم إذا وما ما هيو لي وحيبه وما هيو وحاكينه يتعصب كأي كينه كتاب كان يسونا ضاني وين الدقة أيق إن لقوم بدوبه ضد كل لقوم يارو فهم كل الرادين يارو نقد فهم كي سلف الصالح عقيدة دي سلف الصالح دقن كي الصحابة ذا يتابعين تا يا أهل العلم يقول نقده أيا إن جو واجب ولا ليان ولذلك كبر لي علامة ابن عثيمين فكوحه رصابحي يقوى الضمبابة ويقول لي يا كل قد اجعلها على اليسار وعليك بالأمام لما أنت تبدح لك التور حقا إستغلق ورأي الصعو ووحوا يا كتابك يسونا ذا قبصه خلاص حي النبي يقول عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا قفك يقدم بي أون أولاده ويقول أركي الدونة إسخلاف ومضوا أي إسخلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وحا قبصتان سنة إذا هي سنة خلفاء الراشدين قبصتا عضوا عليها بالنواجد قوس دنبادية دا كقنين با النبي صلى الله عليه وسلم معناها النبي قوحو الشيقة عذر إمان دونا عذر كاسي وإسخلاف مضوا إسخلاف إيسو مصنا وحو الشيقة النبي قد دودي سنة واشيق دودي سنة حيطهي وكتابك هي سنة الله قبصتا قوس دنباد كان لقو قنينه فرق داسي إسخلاف كاسنا آن لقب بالنقن إلهي سبحانه وتعالى هنا وافتيو الله هنا هنونيو حق الله هنا تصو كوي كل دجال الله هنا قديم.